السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن رؤية الأعداد أو الأرقام. خلاص، طبعا الأعداد والأرقام بيختلف العدد أو الرقم من صنف لآخر. عدد الصنف أنا بعدي إيه بالظبط من خلال إيه هو الحاجة دي، أقدر أحدد تفسير الحاجة. ممكن يكون نفس الرقم خلاص، ولكن إذا اختلفت الأصناف اختلف التأويل فيها. خلاص، خليكم معانا إن شاء الله هنوضح إلى بعض الشيء على قد ما نقدر، نوضح الحاجات المهمة اللي هي بتشغل الناس أكتر. خلاص، طبعا بالنسبة للرقم واحد، رقم واحد، واحد بيعد بواحد أو حاجة زي كده، أو يقول واحد. واحد طبعا التوحيد خلاص، أو حياة فردية أو حياة منفردة ليه أو ليها. خلاص، اتنين، اذا كان رقم اتنين فده يشير على الابوين خلاص، او هو والزوجة خلاص. طيب، الاعداد دي لو احنا بنعدها في الفاكهة مثلا هتفرق. معذرة، في الفاكهة مثلا واحد بيعدي مثلا تفاحية خلاص، تفاحية، غير واحد حاجة تانية. تفاحية بتشير على العمل خلاص، او العمل ده بالنسبة للمتزوج. ده بيشير لايه؟ بتشير الى الزوجة للاعزب خلاص. يبقى احنا هنا بص، الواحد بيبقى هنا مثلا. طيب لو احنا في مثلا الموز، الواحد في الموز بيشير الى مثلا مال، مثلا 100 جنيه او 1000 جنيه خلاص. طيب الواحد مثلا في السمك، واحد مسك سمكة واحدة خلاص، بتشير على زوجة او امرأة خلاص. طيب الارقام هنا اختلفت في الايه الوضع. طب واحد معاه جنيه، اهو واحد برضو. الجنيه هنا بيشير ليه؟ اذا كان للحامل ده دليل على انها ان شاء الله ربنا يرزقها بولد خلاص. واذا كان واحد لقى جنيه او حد ده جنيه، فالجنيه في حد ذاته ده يعتبر حصول مراد خلاص. زي برضو الاعداد من 1 لـ4 في الاسماك، من 1 لـ4 دي زوجات، زوجة اولى تانية تالتة رابعة. بعد الاربعة بتتغير التأويل وبتبقى مال. السمك يبقى مال كتير، مال حلال خلاص. طيب بالنسبة مثلا للمية والمتين، هنا دول تضاد. المية نصر وفوز وتحقيق مراد، اما المتين فهزيمة وضعف وقلة حيلة. مثلا الالف، كالالف مثلا نفس القصة برضو، الالف هو برضو حصول مراد، غير الالفين. الالفين خلاص لا يحمد. مثلا الاربعمية، اربعمية دي تعتبر حصول مراد وتحقيق امل. الخمسمية بقى تعطيل حال خلاص. فالاعداد او الارقام في الفلوس، غير في الفاكهة، غير في الخضروات، غير في حاجات تانية. الفلوس عادة خلاص الورقية لها معنى، والفضة لها معنى تاني. الورقية فده كلام رديء خلاص يتبعه كلام، اما الفضة فالفضة كلام او شيء مفيد، له ربح او معنى خلاص. بالنسبة للفضة فهو افضل من الورقية. ولكن في العدد، الورقية مثلا كويس، انا واحد 1000 جنيه ورقي، الالف جنيه دليل على حاجة كويس خلاص. لكن بالنسبة للورق في حد ذاته، الفلوس ورقية ما اناش عارف عددها كام، فده كلام رديء يتبعه كلام سيء خلاص، او من اشخاص مش كويسين. بالنسبة الاعداد اللي هي دايما بتشغل الناس، طبعا المبالغ الكبيرة خلاص، في منها اللي هو يحمد وفي اللي هو لا يحمد. ولكن احنا بنوضح الى بعض الشيء، ان هو مثلا الاعداد كان في ايه. واحد يقول يا شيخ رقم مثلا المية، المية ايه؟ طب المية دي في ايه؟ طب الرقم الاربعة او التلاتة
يا شيخ بتاع معناها ايه؟ طب اربعة ايه او تلاتة ايه؟ هو تلاتة كده بس؟ اربعة بس كده؟ لا، لازم نعرف اربعة ايه؟ اتنين ايه؟ واحد ايه؟ العدد كان لايه؟ فبناء على هنا ايه الشيء او الصنف النوع اللي هو تعدي ليه او اشار اليه بالعدد، بناء عنه بنفسر الايه؟ تأويل العدد. ولكن الارقام فيها منه الحسن ومنه السيء، والاغلب طبعا منه ايه؟ الحسن، السيء فيه قليل. والمال بالنسبه للفلوس الورقيه طبعا زي ما احنا قلنا غير الفضه، خلاص. الاعداد اللي هي اشخاص تفرق غير اعداد تانية. فالمهم في بالنسبه للاعداد تختلف التاويل او يختلف التاويلات في الاصناف على حسب نوع الصنف بالعدد او الرقم. ماليش دعوه الرقم ده، لو ثابت على الاصناف بتختلف ايه التاويلات كلها. بالنسبه للرقم واحد ثابت بيختلف مع الاصناف المختلفه ليه. هذا والله اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.